حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. منذ إعلان نتائج الانتخابات العامة في تشرين الأول الماضي اشتدت الخلافات داخل البيت الكردي حول المرشح لمنصب رئيس العراق، ووصلت ارتدادات عدم التوافق على مرشح متفق عليه إلى وضع محرج، خاصة وأن البيت الشيعي استكمل الاستعدادات لعقد الجلسة البرلمانية، وعلى أثر ذلك الخلاف وبغياب الاتفاق تطرح عدة سيناريوهات إزاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، في المقدمة منها عودة سيناريو دخول الحزبين بمرشحين مختلفين وترك الأمر حينها للمجلس لحسم الموضوع، وكان هذا في مستحدثات الأمس. أما اليوم فقد أضاف الإطار التنسيقي عامل الزمن وقت ساعة عقد الجلسة بعد بضعة أيام، سواء اتفق القطبان الكرديان أم لم يتفق، وهو بذلك قلص من مساحة الزمن اللي منحت وطالت كثيرا. إلى الجانب الآخر أيضا من حصادنا أن راح نناقش موضوع آخر في هذه الليلة. الكل يعلم في الأزمات السابقة اللي عصفت بالبلد والتصعيد، كانت الحوارات والتهدئة هي الحل الوحيد اللي أنهت هاي المرحلة العصيبة وأخذت البلد إلى مشارف الاتفاقات ومخرجات الاجتماعات الإيجابية السابقة. أيضا تأكد ذلك اليوم الوضع الراهن أقل وطأة من سابقة، لكن التعنت ما يزال حاضر سواء داخل البيت الشيعي أو البيت الكردي. فمن هذا المنطلق اتجه ائتلاف إدارة الدولة نحو خيار الحوارات والمفاوضات مع التيار الصدري من جانب والأحزاب الكردية من جانب آخر. وبعض المعلومات تم تداولها أن هنالك زيارة إلى أربيل والحنانة للإطلاع على تفاصيل المرحلة المقبلة وكيفية إدارتها. مشاهدي الأحبة، هاي ملفات لحصادنا هذه الليلة راح نناقشها تباعا، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. لا تزال الأحزاب الكردية المسؤول المباشر في تأخير الاستحقاقات الدستورية في طور مفاوضاتها اللي لم تصل بها إلى أي رصيد في سجل الاتفاق حول منصب رئاسة الجمهورية، وبوقت يتصدر الحديث المهلة الزمنية الممنوحة لأحزاب الشمال، وبخلافة فإن واقع جديد راح يفرض نفسه إزاء ذلك. طبعا لطالما في استضافاتنا في حصاد الأيام لبعض الشخصيات الكردية بينوا أنه العقدة مو عقدة كردية لرئاسة الجمهورية، وإنما العقدة شيعية في اختيار من يكلف برئاسة الوزراء. اليوم إدارة الدولة رشحوا أو قدموا أو اتفقوا على مرشح، ولكن بانت العقدة في رئاسة الجمهورية. خلونا نفتح وياكم هذا الملف، لكن بعد نتابع تقرير الزميل علي حبيب. كما كان متوقعا، البرلمان يستأنف أعماله بجدول أعمال متشعب يخلو من انتخاب رئيس الجمهورية. العنوان الأبرز في دوامة الانسداد السياسي والتأخر في تنفيذ المتعطل من الاستحقاقات الدستورية. لغاية الآن لا بوادر اتفاق بين الحزبين الكرديين لحسم الخلاف المتواصل بينهما على منصب رئاسة الجمهورية، فالمشهد ذاته يتسم بغياب التوافق رغم كم اللقاءات والمباحثات. عدم الخروج بصيغة موحدة من أحزاب الشمال دفع قوى الإطار التنسيقي إلى منح الحزبين مهلة زمنية لا تتجاوز 10 أيام لحسم خلافهما أو الذهاب إلى البرلمان، واعتماد الانتخاب المباشر في الفضاء الوطني على غرار عام 2018. إذا ما استمر تعثر وساطات التوفيق بينهما، فالخلاف الكردي المنقسم على نفسه بات المعرقل الرئيس لحسم المتبقي من الرئاسات، في حين تذهب قراءات أن منصب رئاسة الجمهورية تترابط معه ملفات أخرى أسهمت في تعقيده، منها الانتخابات المحلية في إقليم كردستان والخلاف على قانون الانتخابات وملف محافظي كركوك ومناصب داخلية في حكومة الإقليم. وأمام معطيات صعبة التفكيك، فإن الإطار التنسيقي وضع القوى الكردية أمام فرضية الوقت والموقف، وألقى بالكرة في ملعبها علها تنهي حالة الجدل في مفاوضاتها المعقدة وتتمكن من الولوج لأي صياغ حل تنهي به عقدة الشطر المتعلق بها من المهام أو الخيار الثاني في حسم الاستحقاقات. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذه الحلقة، ورحب بضيوفي الأكارم. ينضم معي عبر الأقمار الاصطناعية سيد النائب حسين السعبري النائب المستقل، وكذلك ضيفا في الاستوديو الدكتور سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر، وينضم معي عبر سكايب
من كردستان السيد برهان الشيخ رؤوف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حياكم الله ضيوف الكرام. نتحدث عن ما كان في السابق من دعوات موجهة، سيادة النائب السادة حسين، كانت دعوات موجهة إلى أقليم كردستان تصب في ضرورة الاتفاق وترك الأمر مفتوح، يعني قد تصيب أو تخيب، ولكن أمام أو اليوم يعني دخل عامل مغاير في هذه المنظومة، أنه تم تحديد وقت من قبل الإطار التنسيقي أسبوع 10 أيام، هسه ما نعرف التسريبات مدى صحتها. شو راح تتعامل الأحزاب الكردية في موضوعة اختيار رئيس الجمهورية؟ حياكم الله. أهلا ومرحبا. وحيا الله ضيوفكم ومشاهديكم الكرام أستاذنا العزيز. احنا اليوم الحقيقة أولا للمعلومة غدا راح يكون يعني مرور سنة كاملة على هاي الانتخابات. نعم. وهذه المرحلة العصيبة، المرحلة اللي في مر بها الشعب العراقي. الحقيقة اليوم موضوع، تسمعني عفوا؟ صوت؟ ألو؟ نعم تفضل سيادة النائب نسمعك. نعم تسمعني؟ تفضل استاذ حسين تمم الفكره. عفوا اذا ما سمعتني اقول اليوم احنا غدا راح يكون يعني الذكرى الاولى للانتخابات، هذه الانتخابات المبكره ونتائجها غير مبكره نعم اي والله هذا من جانب. الجانب الاخر حقيقه اليوم فعلا هي الكرة خلينا نقول في ملعب الأخوة الأكراد. نعم. اليوم اختيار رئيس الجمهورية، انتخاب رئيس الجمهورية أصبحت مشكلة. اليوم عندنا مشكلة مركبة، انتخاب رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء. لحد يعني على ما يعني حد معلوماتي لحد هذه اللحظة ماكو اتفاق بين الأخوة الأكراد، ولا اكو اتفاق حتى على موعد الجلسة. يعني اكو بعض التسريبات انه جلسة اربعاء او خميس، لكن لحد هذه اللحظة ماكو شيء رسمي بالنسبة لهذه الجلسة. احنا همتين يعني من باب يعني الخوة يعني نقول الاخوة الاكراد لابد ان يلملمون البيت الكردي ويتجهون الى الحوار الوطني الحقيقي وحل جزء من هاي المشكلة. أما المشكلة الأخرى طيب، في ما تعرفون الجانب الآخر هو خلي نسمي مسمياته عند المكون الشيعي، وهو يعني ترشيح رئيس وزراء. طبعا مثل ما تعرفون بالنسبة للإطار التنسيقي رشح السيد محمد الشيع السوداني، لكن احنا نقول اليوم نتمنى من الأخوة جميعا تغليب لغة العقل، الذهاب الى يعني عدم الذهاب الى يعني لا نريد الاحتقان والدماء في الشارع. نتمنى ان يحافظون على السلم الاهلي. اليوم العراق شعبه. سياده النائب راح نفرد موضوعة البيت الشيعي الى الملف الثاني ونناقشه بكل تفاصيل اذا تسمح لي، ولكن هسه خلي نتناقش في موضوعة اختيار رئيس الجمهوريه. وجد ترحابي بحضرتك. حاضر. دكتور سلام، نتحدث عن هذا التكميم لما يتم تحديد وقت محدد. يعني بعض التغريدات لحنان الفتلاوي مثلا تقول انه ما ممكن انه ننتظر تشكيل حكومة على طول الدهر، لازم يكون أكو تحديد، وبالفعل صار هكذا اتفاق. هذا التحديد راح يخلي الأحزاب الكردية تلتزم بهذه التوقيتات وتقدم مرشح، أو أن ورقة الذهاب إلى عام 2018 واتباع نفس الآلية راح تكون هي الحاكمة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وتحية لضيوفك الكرام. بكل تأكيد أستاذ أحمد، العملية السياسية بصراحة لأول مرة تشهد هذا الانسداد الكبير، ويوم غد سيكون مرور عام على هذا الانسداد بدون الوصول إلى صيغ ومشتركات. وبصراحة جزء من هذا الانسداد والمشكلة هو التشظي في البيت الشيعي، هو كان أيضا جزء من العوامل الأساسية التي لم تتوصل إلى مشتركات أو صيغ. حتى عندما كان هناك التحالف الثلاثي بصراحة كانت هناك تشظي في البيت الكردي، وهذا
هذا ما زاد تأزيم وتعقيد المشهد السياسي. الآن يعني الجميع يعني الأخوة في المكون الكردي يرمون الكرة في ملعب البيت الشيعي على اعتبار أنه لم يحسموا أمرهم من تشكيل الحكومة أو رئيس الوزراء، وبالتالي يقولون أن المشكلة لا تتعلق بنا، المشكلة تتعلق بالحكومة ونحن جاهزون. ولكن عندما عقد مجلس النواب جلساته وبالتالي الإطار ممكن أنه حسم اسم على الأقل المرشح من جانبه، رغم أنه المؤشرات تقول أن هناك انسداد كبير بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الكتلة الصدرية، ولكن بما أنه الإطار يريد أن يستكمل الاستحقاقات الدستورية فجزء من هذه الاستحقاقات هو حسم موضوع اسم رئيس الجمهورية. في اعتقادي لحد الآن المشكلة قائمة، والتصريحات التي تأتي من أقليم كردستان تقول أن الطرفين الاتحاد والديمقراطي مصرين على أن يذهبوا كل بمرشح إلى داخل مجلس النواب، وهذا ممكن يحسم من خلال مجلس النواب العراقي بالتصويت على أحد الشخصيتين. وأنا أعتقد أنه هذا بصراحة أيضا هو راح يعقد المشهد السياسي وراح يأزمه، على اعتبار أنه الشخصيتين المرشحة ليش يأزمه؟ يعني راح كل حزب وش قد يجمع وسائل ضغط أو تصويت من قبل النواب، بما أنه الجميع تبنى تغيير الوجوه وتغيير شكل النظام السياسي وتغيير العملية السياسية، بالتالي الدفع بأسماء ممكن تكون مجربة أو عليها جدلية ممكن راح يعرقل هذا الأمر. لذلك كان من المفترض أن يكون هناك اسم على الأقل يكون حل وسط بين المكون الكردي ويذهبون بسلة واحدة ويتفق عليه الجميع، ممكن أن يكون هو بوابة للدفع بالعملية السياسية وتكون رسالة لبغداد من تسعى أيضا بالدفع بالعملية السياسية بوجوه جديدة بكابينة جديدة تغير شكل الواقع السياسي، وممكن أن تفتح باب الحوار مع الكتلة الصدرية اللي رافضة المعادلة السياسية الحالية. أستاذ برهان، يعني نتحدث عما تحدث عنه ضيوف الكرام، وكان يعني الأنظار تتوجه أنه هذه العقدة، عقدة رئاسة الجمهورية، في لحظات معينة ربما تحل. هسه وصلنا إلى هذه المشارف ولكن لم تحل لحد الآن، يعني وخلال ما سرب أن هذه المدة أن عقدة رئاسة الجمهورية ليست المعضلة الوحيدة يعني اللي تمنع الاتفاق الكردي الكردي، ولكن هنالك ملفات تترابط مع بعضها وتعقد من الوصول لصيغ حل. خلينا نشخص منها قضية محافظ كركوك، مناصب سيادية أخرى، انتخابات الإقليم. هذه المشاكل هل بالفعل هي من تعرقل اختيار رئيس الجمهورية؟ تحية لك ولضيفيك الكريمين وللمشاهدين الأعزاء. أهلا ومرحبا بك. حقيقة نحن في المشكلة وفي أزمة، ونتيجة انتخابات المبكرة العام الماضي الذي يمر غدا سنة كاملة كان نتائجه كارثية بالنسبة للعراق، والتشذي والتشتت الذي أصاب بالعراق لم يحدث في الدورات السابقة. كان قبل الخلافات والمشاكل بين المكونات، الآن وصل الخلافات إلى داخل المكونات والبيوتات كما حدث داخل البيت الشيعي والبيت الكردي على كثير من هذه الملفات. وفيما يخص الخلافات في إقليم كردستان بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول رئاسة الجمهورية وملفات، فنعم هناك خلافات، ونحن حزبين مختلفين رغم أننا شركاء في إدارة الإقليم ولدينا إدارة مشتركة، وكان في السابق متحالفين في كثير من الأمور خلال العملية السياسية في السنوات الماضية. كنا في المعارضة وبعد إسقاط النظام ومسألة كتابة الدستور في كثير من المحطات شركاء، ولكن خلافات بشأن رئاسة الجمهورية وخلافات يحدث في الحياة السياسية بين الأحزاب والإدارة البلد والإقليم يحدث المشاكل ويحتاج إلى الحل. نحن لدينا خلافات ولدينا نقاط مشتركة كثيرة في كثير من الأمور، والآن ما حدث بشأن الرئاسة الجمهورية هو تقديم المرشح من قبل حزب الديمقراطي الكردستاني، هذا غير معمول به سابقا، وكنا لدينا اتفاق آخر بتوزيع المناصب السيادية رئاسة الجمهورية مقابل رئاسة إقليم كردستان، هذا هو منذ 2005 نمشي عليه.
والان الديمقراطي الكردستاني عدم قدم المرشح، وكما في 2018 نفس العمليه طيب. حدث، وكنا دخلنا الانتخابات بمرشحين مختلفين، وهذا لم يكن مشكله كبيره وليس نهايه الدنيا اذا اشترك الحزبان بمرشحين مختلفين، ونعطي حق او الكره كما تفضل احد الضيوف المرمى في مجلس النواب العراقي ليختلفوا لينتخبوا النواب العراق اعضاء مجلس النواب العراقي من المرشحين من هم سيصبح رئيس الجمهوريه العراق القادم. فيما يخص انتخابات في الاقليم وعلاقات مع المركز واداره ملف النت، كثير هناك خلافات بيننا فيما يخص، كان من المفروض ان يجري انتخابات في اقليم كردستان، انتخابات مجلس النواب في اقليم كردستان وما يسمى بالبرلمان اقليم كردستان في 1/10، ولكن بسبب المشاكل على قانون الانتخابات والمفوضيه لن يستطيع. اليوم تمدد مجلس البرلمان في اقليم كردستان تمدد عمره السياسي، وهذه المشاكل طيب. موجوده رغم تدخل المبعوثه الدوليه السيده جنين بلاسبارت، ولكن هناك لقاءات وتقارب ليس لم تكتمل ليجري انتخابات في موعدها. وفيما يخص رئاسه الجمهوريه هناك يعني املنا كبير خلال الساعات الباقيه ايام القليله الباقيه من طيب. حين انعقاد جلسه مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهوريه ان نصل الى حل يرضي الجميع، ولكن إذا لم يصل بالتأكيد سيعاد سيناريو عام 2018. طيب يعني هنا أيضا أصبحت عندنا متغير جديد أستاذ حسين، نتحدث عن النواب المستقلون، يعني هذه الاستحقاقات الدستورية والمضي بها قدما سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، دور النواب المستقلين شلون راح يكون في هذه المرحلة؟ أكثر الأخوة النواب المستقلون أو المستقلين ذاهبين باتجاه المعارضة، المعارضة الإيجابية، المعارضة اللي راح تقوم وتشرع. يعني إحنا اليوم الحقيقة خلينا نكون صريحين، إحنا اليوم الحكومة لا عندنا يعني لا إحنا راح نختار الحكومة ولا راح نختار الوزراء، لكن لو كان هناك شخصيات نعم استاذ حسين احنا مو بالحكومه يعني لا عندنا تشكيل حكومه ولا احنا مسؤولين عن الحكومه، يعني الاخوه المستقلين ما انطوهم المجال او الحيز الحقيقي. يعني احنا حتى في تغريده سماحه السيد مقتدى وفي البيان اللي طلع في الاطار اذا تتذكر قال يعني كلفوا الاخوه اليوم تعرف هي منافسة ومناكفات بين الأقطاب السياسية الكبيرة، فالعدد عدد المستقلين وذاك العدد اللي يكفي ولا ذاك الوزن القوي في مجلس النواب، وغير أكو بعض النواب مثلا يميل للكفة، فبالتالي ما حصلنا على فرصتنا الحقيقية، وهم عتبنا الحقيقة عتبنا على الجمهور، ولو احنا بعد شن عاتب احنا هاي صار لنا سنة احنا ما سوينا شيء، لكن عتبنا على الجمهور. لو كان اكو هناك اختيار كان يعني خروج كبير للانتخابات واكو اختيار لعدد نواب مستقلين اكثر لكان الموضوع اكثر تغير، يعني تغيرت الكفة وتغيرت الحسابات. احنا في وقت من الاوقات نعم. خلينا نكون صريحين كنا بيضة قبان، لكن الاخوه من بيضة قبان يعني حتى النواب المستقلون يعني تقصد بهم كان قبل الاخوه الاكراد هم بيضة القبان نعم. إيه. نعم 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 بس كان الاخوه بيضة قبان قبل الاكراد كانوا يسمعوهم ويحسبون حساباتهم. حقيقه احنا ترى الطرفين فاتحناهم وصلنا لهم وشكلنا رجال وسوينا مبادرات، لكن ما لقينا الابن الصاغي الحقيقيه، يعني ما مو كل ما يعرف يقال الحقيقي، يعني المباحثات والنقاشات اللي
طيب أستاذ حسين، خلينا نفتح هذا الموضوع بشكل أوسع ونتناقش بموضوعات الاستحقاقات الأخرى، وتتفضل بقى معي وضيوف الكرام كي نتابع بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة، من جديد حياكم الله. ائتلاف إدارة الدولة ما زال يجري جولات التفاوض بين الفرقاء السياسيين من أجل تشكيل الحكومة الجديدة دون إقصاء جهة معينة، إلا وقد تم التفاوض معها، وهذا ما نراه واضح بعزم قادة الكتل المنضوية مع هذا الائتلاف لزيارة الحنانة لقاء السيد الصدر للتباحث بشأن مجريات الأمور، خصوصا وقد أجرى يوم أمس اجتماعا بين أعضائه لمناقشة إدارة المرحلة المقبلة. مشاهدي، خلونا نفتح هذا الموضوع لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. في مرحلة تسودها الضبابية حول تشكيل الحكومة المقبلة رغم التوصل إلى مقتربات نهاية الانسداد، فما زال الإطار الشيعي ومن ينضوي معه بائتلاف إدارة الدولة هدفه الوحيد هو تشكيل حكومة خدمات وطنية، خصوصا بعدما ازدادت المطالبات من الأوساط السياسية والشعبية بالمضي لتحقيق هذا المشروع وإنهاء الأزمات. هنالك حراك سياسي ومحاولة للانفراج السياسية والبحث عن مخرجات عن الاجتماعات الأخيرة سواء على مستوى مجلس النواب أو على الكتل السياسية من أجل الخروج بحكومة جديدة وكذلك عودة مجلس النواب للموارسة. وبعد رحلة الحوارات تلك، يعاود الإطار الشيعي دعوته للتيار الصدري بنوايا زيارة مرتقبة إلى الحنانة للتفاوض معه حول إنهاء الأزمات وطرح المشكلات على طاولة النقاش، بالوقت الذي يعلن الإطار استعداده إلى الحوار العلني بحسب أعضائه تلبية لرغبة التيار الصدري الذي أعلنها بعد دعوة بلاس خارت للحوار وفك حصار الخلافات. المشهد لحد الآن ما زال هو غير واضح المعالم، لأن اليوم هنالك صراعات ونزاعات بين الفرقاء والشركاء السياسيين وخاصة في البيت السياسي الشيعي، في بين الإطار والتيار بجناحيه البيت السياسي الشيعي. لذلك نعول على قضية الحوارات السياسية، المفاوضات السياسية، لأن حقيقة لا يوجد خيار أمام الكتل السياسية سوى الجلوس على طاولة مفاوضات واحدة. فتحت خيمة الدستور وللإسراع بتنفيذ مطالب الشعب وتحقيق مصالحه، الإطار الشيعي يبقي باب الحوارات مفتوحا مع التيار الصدري، وهناك مصادر تداولت زيارة الفياض والحلبوسي إلى كردستان للقاء بارزان حول مستجدات الاتفاقات الكردية. فبين الحنانة وكردستان حركات مستمرة سعيا لإصلاح المنظومة السياسية والدخول بفصل جديد خال من النزاعات بعد تشكيل الحكومة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدت ترحابي بضيوفي الكرام الأستاذ حسين السعبري والأستاذ برهان الشيخ رؤوف ودكتور سلام الزبيدي. دكتور سلام، نتحدث اليوم عن الاستحقاق، ما يتلو اختيار رئيس الجمهورية وهو التكليف، بالتالي النقاشات والحوارات اللي يجريها الإطار التنسيقي مع ائتلاف إدارة الدولة ومع التيار الصدري، كيف تنظر إليها؟ نعم، هي خطوات ممكن تكون جيدة خاصة بعد الانتقال من الشارع والاحتدام إلى الخطوات الدستورية والقانونية لاستكمال استحقاقات دستورية. تعرف اليوم ما ممكن أن تحل الأزمة السياسية إلا من خلال الحوار، وهذا الحوار يجب أن تنفتح به على جميع الأطراف السياسية اللي هم شركاء وياك بالمشروع الوطني. وبالتالي أنا أعتقد أنه تشكيل تحالف إدارة الدولة الغرض منه كان هو الخروج من الأزمة السياسية والانسداد السياسي، ولكن بصراحة أقول من خلال قناتكم الكريمة أيضا هو غير مكتمل لحد هذه اللحظة، رغم أنه سرب للإعلام وبدأ يعني يتداول هذا الاسم، ولكن بصراحة هناك أيضا اختلافات في وجهات النظر. وللمعلومة ائتلاف النصر لم يوقع على وثيقة تحالف إدارة الدولة ولم يخول أحد الدكتور العبادي بالتوقيع، وكذلك الحاج هادي العامري، لأن هناك نقاط خلافية على 10 نقاط ويعني تعتبر بنود أساسية في عدم العودة إلى المكوناتية والمحاصصة. نعم. وبالتالي هو في طور الإعداد والتفاهمات، ومن الضروري جدا يعني يوم أمس كان اجتماع لم يحضره العبادي بصراحة لأنه معترض. نعم. على هذه النقاط، ولكن نحن ندفع بأي اتجاه يفضي إلى الحوار. وخرج الاجتماع بالدعوة، تجديد الدعوة إلى الكتلة الصدرية والسيد مقتدى الصدر
بفتح باب الحوار وممكن التفاهم على خارطة سياسية جديدة أو تحقيق الرضا على حكومة قادرة على أن تفي بالتزاماتها بالتهيئة لانتخابات مبكرة ذات ثقوب زمنية. أنا أعتقد أن الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، ولكن هذا لا يمضي إلا من خلال حكومة أصيلة ذات صلاحيات واسعة وذات ثقوب زمنية محددة، يعني ممكن أن تكون سنة أو أكثر من سنة، سنة ونصف، سنتان، ممكن أن تعد لهذه الانتخابات وتعالج كثير من الملفات والأخطاء. هذا الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية. أما التعنت والتزمت من قبل كل الأطراف ما راح يوصلنا إلى حل، فعلى الجميع مسألة تضامنية أن يقدمون تنازلات للعراق من أجل الدفع بالعملية السياسية للخروج من هذا الأزمة السياسية. سيد برهان، يعني تحدث الدكتور الزبيدي عن ائتلاف إدارة الدولة، هسه ما نعرف أنه قضية الاتحاد الوطني الكردستاني مدى ذوبانه والتزامه مع هذا الائتلاف أو تحالف إدارة الدولة، هذا من جهة. والجهة الأخرى اللي تفضل بها سيد النائب السعبري حول أنه المستقلون أصبحوا بيضة قبان بعد أن كانت الكتل الكردستانية تكون بيضة القبان، لا زال هذه المواقف لا زالت هي الحاكمة في المشهد السياسي. ماذا يحصل الحزب الكردي الفلاني على بعض المكاسب كي يقدم اختياره لرئيس الجمهورية وتمضي العملية السياسية بمفاصلها الأخرى؟ حقيقة بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني، نعم، الاتحاد الوطني الكردستاني مشارك في تحالف إدارة الدولة ومن المشاركين في كتابة منهاجه ومن العمل الحكومي وأهدافه. نحن نعلم أن تحالف إدارة الدولة جاء بعد الانسداد الطويل الذي حصل في البلد وبعد انسحاب القوى في التيار الصدري من المشهد السياسي، جاء لإنقاذ العراق، نوع من الإنقاذ، لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، حكومة ديمقراطية، حكومة مستقلة، أي نوع، لينهي هذا الانسداد ويقود العراق كحكومة انتقالية لمرحلة المقبلة. نحن نعلم أن عمر هذه الحكومة التي نحن نتكلم عنه ولديه عليها كل هذه الإشكاليات والمشاكل والاعتراضات، عمره يعني في أحسن الأحوال لن يصل إلى سنة أو سنة ونصف. حكومة هو كما معلن لمرحلة انتقالية لإشراف على انتخابات جديدة لتلبية المتطلبات الضرورية من الخدمات للمواطنين، ملف الأمن، تصديق الميزانية عام 2023، هاي الأشياء الضرورية الموجودة، والعراق والشعب العراقي يحتاج لهذا، يعني عمل هذه الحكومة، عمل هذه الائتلاف، وهذا الائتلاف هو يعني لن يستطيع أن يجلب الاستقرار السياسي للعراق، ونحن نبدأ في إنشاء بنى تحتية واستثمار ثروات العراق في هذا الشهور الماضي الذي كان سعر النفط في أعلى أسعاره، ولم يستفاد منها الشعب العراقي ولا من دولار منه، لأن حكومة تسريب الأعمال لن يستطيع أن يعمل أي عقود شركات. طيب سيد برهان، يعني وفقا لذلك لما تتفضل أنه من مؤسسي هذا التحالف، الحوارات اللي راح تحدث خلال هذه الأيام والزيارات المتبادلة راح تفضي إلى شيء من الممكن أن تقدم حلول ينتظرها المواطن، تقدم حلولا لاستكمال استحقاقات الدستورية؟ نعم، يعني الائتلاف جاوب لمتطلبات المكونات العراقية للكرد، للسنة، للشيعة، يعني بهذه الحالة يعني اشترك فيها، وهذا خط الصحيح والمسار الصحيح للعراق. نحن نعرف أن العراق ليس لغة، العراق بها مكونات ويحتاج يعني يشارك الكل في إدارة البلد، ولدينا دستور عراقي يجب الكل يلتزم به، وما مسألة ما يطلبه الكل كلها نقاط دستورية فيما يتعلق بمادة 140، ما يتعلق بمسألة النفط والغاز وإصدار القانون حقي من 2007. طيب، كان هناك مشروع لقانون نفط الغاز لن يمر في مجلس النواب على وجود الخلافات. و خلينا نشوف السيد النائب يوافقك هذا الرأي أو عنده نقاط اختلافية أو توافقية أخرى. أستاذ حسين، نتحدث عن الجولات الحوارية اللي راح تجري في مقبل الأيام،
سواء في كردستان أو في الحنانة، كيف تنظر إلى فاعليتها خصوصا بعد تحديد فترة زمنية لعقد الجلسة البرلمانية؟ أستاذ أحمد، هو بالنسبة للحوار الحقيقة، الحوار أولا الإحاطة اللي تكلمت بها السيدة بلاسخارت أكدت على أنه هو طرف من الطرف آخر ما موجود بالحوار، والسيد رئيس مجلس الوزراء من دعا جلستي للحوار الوطني، الطرف المهم عم خلينا نقول الطرف الزعلان ما أجا، شنو فائدة هاي ترى بس إعلام، يعني هذه الحوارات إذا ما كانت جدية، إذا ما كان الطرف خلينا نسمي بمسمياته، إذا ما كان الحنانة موجودة بالحوارات في الحوارات ما مجدية، هاي الناس هي متفقة، أنتم شوفوا الجهة اللي ما متفقة، شوفوا الجهة اللي طلعت تذمرت من الوضع. هسه احنا خلينا نكون صريحين، يعني اليوم السيد هو منسحب، النواب ماتوا، هذا هو معناها امتعض انسحب، فلازم انت ترضيها عشائريا، احنا اليوم الجهة اللي زعلانة يروحون يرضوها بأي وسيلة، لأن احنا غير الحوار معناها لا سامح الله دماء ودماء في الشوارع. مؤسس الحوار وين راح ينصر؟ حول توزيع الكابينة الوزارية، حول مقتضيات دستورية واستحقاقات دستورية أخرى، يعني تيار الصدر راح يتم إرضاء بمجموعة من الوزارة، هذا خلينا نسمي هذا التفاوض. هنا أكو عفوا أستاذ أحمد، تفضل. ترى كلمة حوار غير التفاوض. أحسن. الحوار أنت أولا خلي يقبل بالحوار والكلام، وبعدين تفاوض على مناصب، هذا جزء ثاني. نعم. الأول هو الحوار. أسا قبل يوم أو يومين من كانت تغريدة السيد، أنا أقرأ بين السطور أنه السيد بدأ يقبل أنه حوار بس بشروط. نعم. احنا ممكن واكو اطراف بالاطار التنسيقي، يعني حد يعني علمي اكو اطراف بالاطار التنسيقي عندها مقبوليه جيده مع السيد، هي نفسيتها ما تصعد بالوضع العام، نتمنى من الاخوان ان يحكمون لغه العقل، لانه بعد ما تتحمل الوضعيه اليوم نحتاج الحوار الجدي، الحوار الاخوي، الحوار اللي عبرنا إلى بر الأمان. طيب أستاذ حسين، خلينا ننتقل إلى دكتور سلام. دكتور سلام، يعني هسه إذا حكينا على الحوار والتفاوض أفاض بها السيد النائب أستاذ حسين، لكن نتحدث إلى بالإضافة إلى كل هذه المقدمات السياسية، كان هنالك شو نريد نسميه، توصية أو طلب أو توجيه من المحكمة الاتحادية بالإسراع في حث مجلس النواب لحسم موضوع الاستحقاق الدستوري وضمن مواعيد محددة، ولوح بورقة القوة بأنه مثل ما تفضلت حضرتك بالإجابة السابقة أنه لربما نذهب إلى الحل إن لم تكن هنالك التزامات بهذه المدد. الجهات السياسية سواء تحالف إدارة الدولة، الجهات المتحالفة معه، الجهات الزعلانة اللي سماها أستاذ حسين، راح من الممكن أنه نمضي بهكذا خطوات خلال وقت محدود؟ هو من المفترض أن المحكمة الاتحادية يعني أعطت خارطة طريق لكل القوى السياسية من خلال يعني البت في الاعتراض المقدم من قبل الكتلة الصدرية حول موضوع حل البرلمان، كانت هي أعطت رأي قانوني أنه لا تملك الصلاحية، والمن يملك الصلاحية هي المادة 64 المتمثلة بأعضاء مجلس النواب العراقي وهم قادرين على. هسه الجميع هم متفقين على انه حل البرلمان واجراء انتخابات جديده هي الحل الوحيد لانهاء الازمه السياسيه، لان افرازات الانتخابات هي من جعلت هذا المتفق. شو احنا شفنا اعلاميا تراجع هذا الموضوع، هسه حتى في بالمناسبه حتى الحوار اللي اجرى السيد رئيس الوزراء وحضرت به كل الاطراف السياسيه عدا الكتله الصدريه، مجمل الحوار دار على انه ممكن اجراء انتخابات جديده بسقوف زمنية، ولكن الاختلاف على الآليات. الكتلة الصدرية بصراحة وسيد مقتدى الصدر يعني غلق باب الحوار وعقد الأمور بشكل كبير. الآن يعني التغريدات الأخيرة قال أنا مستعد للحوار، ولكن يجب أن يكون الحوار علني. هسه على الأقل هو أعطى خطوة أنه يقبل بالحوار، ومثل ما تفضل سيد النائب أنه هناك أطراف
ما زال يثق بها السيد مقتدى الصدر، يعني الحاج هادي العامري، الدكتور حيدر العبادي، ممكن أن يكونون أطراف جيدة لفتح باب الحوار ورسم خارطة جديدة على الأقل لإكمال استحقاقات الدستورية، لأن أي نتيجة بدون تشكيل حكومة والمضي بإجراءات واستحقاقات دستورية راح نبقى نراوح بمكاننا، وبصراحة راح تبقى المشاكل معقدة. يعني ما ممكن أنه اليوم يبقى الوضع على ما هو عليه، الآن المواطن بدأ يدفع فاتورة هذه الصراعات. اليوم احنا اليوم امام تحديات كبيره متعلقه بالموازنه واقرار الموازنه وتهديد لرواتب الموظفين والمشاريع، هذه كلها متوقفه على ان تكون هناك حكومه اصيله ذات صلاحيات. لذلك يعني تزمت الكتله الصدريه وعناد السيد مقتدى الصدر لا يخدم العمليه السياسيه، يجب ان تكون هناك طاوله حوار، ويجب ان تكون استكمال للاستحقاقات الدستوريه. اليوم يعني نعم قد يكون هو معترض على الآليات، يعني الاعتراض هو ليس على الاسم بصراحة. السيد محمد شياع السوداني يعني شخصية مقبولة وشخصية ليس عليها ملفات، وبالتالي ممكن أنه السيد السوداني يقنع الكتلة الصدرية بمشروعه، بكابينة الوزارية، بالمدة الزمنية التي ممكن أن تمضي بها حكومته، ونفتح طاولة حوار جديدة وعقد وطني ممكن أن يتفق عليه كل الأطراف. أنا أعتقد أن المشكلة الأساسية تتعلق في التنازلات. الكتلة الصدرية مثل ما تفضل السيد النائب هي تعتبر أنه هي ضحت بالعملية السياسية على اعتبار أنه هي الوزن الأعلى السياسي، صاحبة المقاعد الأعلى، تنتظر تنازلات يعني من الطرف الآخر حتى تتوازن المعادلة. أما الحديث بلغة الفائز والمنتشي وسأشكل حكومة بعيدة عن الكتلة الصدرية، هاي ممكن تكون رسائل استفزازية تعقد الأمر. وهنا نقطة مهمة أستاذ أحمد، ممكن أن تمضي الحكومة وممكن أن تمضي الاستحقاقات الدستورية بعيدا عن الكتلة الصدرية، ولكن السؤال كم ستستمر هذه الحكومة، وهل ستحقق طموح العراقيين وتحقق المعادلة في التغيير والإصلاح؟ لأن أمامها شارع وأمامها قوة مؤثرة وأمامها حراك شعبي، فبالتالي ما ممكن أنه تمضي بحكومة بدون أن تحقق الرضا لكل الأطراف السياسية، وتحمل مشروع سياسي يقنع الجميع بأن المعادلة القادمة هي معادلة حكم وخيمة لكل الأطراف السياسية. طيب أستاذ برهان، يعني لما نتحدث عن نرجع إلى أول ما تحدث به السيد النائب حسين السعبري لما قال أنه باكر راح نحتفل، ما أدري نستذكر أنه الذكرى السنوية الأولى لمرور الانتخابات، أجرينا انتخابات ولكن لحد الآن ماكو استحقاقات تم اتخاذها وفق هذه الانتخابات اللي سميناها مبكرة. بالتالي هذا التأخير يصب بمصلحة من؟ عندنا حكومة تصريف أعمال، عندنا من أشار إلى أن المستفيد الوحيد والرابح الأكبر من كل هذا التأخير هو حكومة تصريف الأعمال. مدى اتفاقك مع هكذا طرح؟ أنا في بداية أشرت إلى انتخابات المبكرة وتأثيره السلبي على مجمل العملية السياسية وعلى المكونات وتعميق الخلافات داخل العراقيين جميعا، يعني ومن كما نعلم الانتخابات المبكرة في كثير من الأحيان لم يأتي بنتائج إيجابية لأي المجتمعات ولأي شعوب أخرى، يعني هذا شيء معلوم في السياسة، ولكن بالأخير هو الانتخابات ليس الحل لمشكلات العراق. وإذا نحن نذهب باتجاه انتخابات جديدة من يضمن أن الانتخابات الحزب الفلاني يزيد كم مقعد وحزب آخر ينقص كم مقعد؟ هذا ليس حل. نحن في العراق نظام برلماني، نظام برلماني يجب أن يأتلف الأحزاب والقوى السياسية ويشكلون حكومة، وإذا أي حزب سياسي غدا من يضمن نفس التجربة هاي ما يكرر مرة أخرى، ما يتحالف مع هذا وعنده خط احمر على هذا، نفس الاسباب ونفس النتائج نجيبها اذا نجيب الانتخابات، ليس بتغيير كثير. يعني الحزب الفلاني ليس باستطاعته ان يفوز وان ياتي بنصف زائد واحد ويشكل الحكومه. طيب. وينتخب الرئيس، يعني هذه كارثه بالنسبه للحكومه. وحكومه تصريف الاعمال شلون نشوفها استاذ برهان؟ نعم، حكومه تصريف الاعمال ومدى فائدتها من هذا الوضع؟ نعم، الشعب العراقي الخاسر الوحيد ليس حكومة تصريف الأعمال. نحن في العراق خلال السنة الماضية هناك أسعار مرتفعة للنفط لم يستفاد منها الشعب العراقي، بدون خدمات بدون أمن، كثير من المعضلات، التغييرات المناخية والجغرافية، الجفاف
ضرب بالبلد هذه كل ظرف طارئ ويحتاج إلى حكومة وطنية رشيدة بكامل الصلاحيات ليعطي الحل لهذه التحديات الكبيرة التي العراق من ناحية سياسية ومن ناحية طبيعية. يعني العراقيين خسرانين من هذا الوضع ويحتاجوا إلى إنهاء هذا الانسداد السياسي وتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات لديه بعقد التحالفات لاتفاقات لبناء مشاريع تنموية خدمية استراتيجية للعراق واستفادة من ثروات العراق. العراقيين هم خسرانين أولا وأخيرا. طيب أستاذ حسين، لما نتحدث عن هذه الأرباح والخسائر، الخاسر الأكبر هو الشعب العراقي. تحالف إدارة الدولة أوضح بأنه من غير الممكن أن يمضي بحكومة ليس فيها التيار الصدري أو لم تكن حكومة توافقية. بالتالي راح نشوف أنه، وخصوصا أنه أيضا رحب بمشاركة الجميع، راح نشوف هذه الدعوات راح تلقى صدى. أكو تغليب لمصلحة المواطن من كل الأطراف بدون استثناء حتى تمضي هذه الاستحقاقات، وبالتالي تلمس المواطن بعض الخدمات المفقودة. تسمع الأستاذ حسين لطفا؟ قطع الصوت. أعيد السؤال حضرتك، نتحدث عن الاستحقاقات وما دعا إليه تحالف إدارة الدولة. أعيد السؤال. نعم، وقبله الإطار التنسيقي قال بضرورة تشكيل حكومة توافقية، وأيضا دعا كل الأطراف للمشاركة ولم يستبعد أي طرف. بالتالي هل سيكون هنالك تغليب لمصلحة الشعب العراقي وتجاوز بعض الخلافات من كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية؟ يعني احنا نتمنى من الأخوة جميعا في كل الكتل السياسية وفي كل المكونات أن يغلبون المصلحة العامة، يغلبون مصلحة الشعب. احنا خلينا نكون صريحين، احنا حتى بالعيشة ترى توافقية، احنا سني على كردي على شيعي على مسيحي، احنا الله سبحانه وتعالى خلق هذا العراق في هذه التشكيلة. عم احنا قبل ما تصير الحكومة توافقية احنا قاعدين متوافقين، فإن رجاء ومن خلال هاي فضائيتكم ومن خلال انه الاخوة يكونون اقرب يقدمون مصلحة البلد على المصالح الشخصية وتمضي حكومة لها يعني فترة زمنية معقولة. طبعا بالمناسبة قبل فترة يعني ممثلة الأمم المتحدة أبلغتنا أنه لو انتخابات مبكرة مو أقل من سنة ونص، فهاي الحكومة خلنا نعطيها صلاحيات تقرر لنا موازنة. إحنا اليوم بوفرة مالية عمر العراق ما عنده طبقات هشة. شي ينتظرون الإخوان؟ شي ينتظرون؟ أنا ما أعرف. يعني إحنا لا إحنا مشاكلين حكومة نقول لا، لكن أنتم يا إخوان صالكم يوم 20 سنة، ليش هذا الخلاف؟ هذا الشعب يعني ما يستحق من عندكم التنازل، ما يستحق من عندكم انه تتقربون تغلبون المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية. اللي اترجى واللي اتمنى ان شاء الله يحلون هاي المشاكل ونوصل الى تشكيل الحكومة وحكومة ترضي كل الاطراف. الحقيقة اشكرك شكرا جزيلا سيد نائب حسين السابري النائب المستقل، حدثتنا مباشرة عبر الاقمار الصناعية، والشكر كثير حضرتك الدكتور سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر، والشكر كثير لجنابك السيد ابراهيم الشيخ السيد برهان الشيخ رؤوف عضو الاتحاد الوطني الكردستان، حدثتنا عبر سكايب من السليمانية. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبة على حسن المتابعة، في امان الله.